بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الصعب سهلا، فسهل علينا يا أرحم الراحمين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: باب الوقف على مرسوم الخط. وكوفيهم والمازني ونافع عنوا باتباع الخط في وقف الابتلاء. ولبن هذا حكم. نعم. وكوفيهم والمازني ونافع عنوا باتباع الخط، عنوا باتباع الحق خطي. اتباع الخط في وقف الابتلاء. وابن كثير يرتضى، وابن عامر، كل هذا حكم واحد، يعني كل حكم واحد، وما اختلفوا فيه حر أن يفصل. نعم. ولابن كثير يرتضى وابن عامر وما اختلفوا فيه حر أن يفصل. زيد عاود مرة ثانية الحكم. وكوفيهم والمازني ونافع عنوا باتباع الخط في وقف الابتلاء، ولابن كثير يرتضى وابن عامر. هذا حكم واحد، وما اختلفوا فيه حر أن يفصل. بيبدأنا في التفصيل بعدين. صار إذن القراء جميعهم، قراء جميعهم عنوا باتباع الخط في وقف الابتلاء. وقف إيش؟ الاختبار، يا إما لأجل الاختبار وإما لضيق النفس. فكل القراء سواء كانوا الكوفيون وإلا الإمام نافع ولا ابن كثير ولا ابن عامر، بمعنى أن القراء السبعة عنوا باتباع الخط، وقفوا على حسب رسم المصحف الكلمة، سواء كان يعني لأجل الاختبار أو لعطاس أو لذيق نفس أو لأمر ما. الإنسان عندما يقف على حسب مرسوم المصحف. إذا كان المرسوم بالألف يقف على الألف، إذا كان المرسوم بالتاء يقف على التاء، وهكذا، يعني كما سيأتينا. نعم. أقرأ الشرح. المعنى أنه ثبتت الرواية عن الكوفيين والبصري ونافع أنهم كانوا نعم كيف؟ يعني خط المصحف. نعم. المراد به خط المصاحف، يعني كتابة المصحف. طبعا المصاحف يعني كلها ترجع لمصحف الإمام اللي هو مصحف سيدنا عثمان. فطبعا هو في البداية مصحف واحد كتبوه الصحابة رضي الله عنهم، ثم بعد ذلك وزعت هذه المصاحف على الأمصار، اللي هي مصحف الكوفيين، مصحف البصريين، مصحف الشاميين، مصحف الحجازيين. الحجازيين اللي هو يشمل الإمام النافع والإمام ابن كثير، والمصحف الشامي اللي هو يشمل ابن عامر، والمصحف البصري اللي هو يشمل أبي عمرو البصري والإمام يعقوب، ومصحف الكوفيين اللي هو يشمل الإمام عاصم والإمام حمزة والإمام الكسائي. لكن كلهم يرجعوا ليش؟ يرجعوا لمصحف الإمام اللي هو مرسوم، يعني على ضوء رسمت المصاحف في الأمصار، كله يرجعوا إلى رسم واحد وهو رسم المصحف. نعم. اللغة: المراد خط المصاحف التي كتبها الصحابة في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه، وانعقد إجماعهم عليها وأنفذها عثمان إلى الأمصار الإسلامية. أيوة. المعنى أنه ثبتت الرواية عن الكوفيين والبصري ونافع أنهم كانوا يعنون ويهتمون بمتابعة خط المصحف الإمام، وأثر هذا الاهتمام التزامهم بمتابعته في الوقف الذي يكون المقصود منه اختبار القارئ في مدى معرفته بالكلمات التي رسمت في المصاحف. قال في وقف الابتلاء، يعني وقف إيش؟ اختبار. الاختبار. أو مثلا قلنا ضيق نفس،
إنسان مثلا ما عادش يقدر يواصل، هو الـ 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 الوقف الصحيح أن تقف على رأس الآية أو تقف على تمام المعنى، لكن إحنا أحيانا للإنسان لا يتمكن من إكمال الآية كاملة أو اتباع انتهاء المعنى فيقف على أي كلمة كان، لكن عندما يقف على هذه الكلمة يقف عليها حسب رسم المصحف، حسب رسم المصحف. إذا كانت الكلمة متكاملة أو كانوا كلمتين متصلتين ببعض أو هكذا، يعني لابد أن يلتزم برسم المصحف. نعم. المقصود منه اختبار القارئ في مدى معرفته بالكلمات التي رسمت في المصاحف على خلاف مقتضى قواعد الرسم المتداولة بين الناس، أو في الوقف الذي يضطر إليه القارئ لضيق نفسه أو نسيانه أو نحو ذلك. والمراد أنهم وردت عنهم الرواية بأنهم كانوا يتبعون رسم الكلمات في المصاحف العثمانية، فما كتب فيه بالتاء وقفوا عليه بالتاء، وما كتب بالهاء وقفوا عليه بالهاء وإن لم يكن موضع وقف، وما كان من كلمتين وصلت إحداهما بالأخرى لم يوقف إلا على الثانية منهما، نحو إنما من قوله تعالى إنما الله إله واحد. أو إنما مفروقة هي متصلة. متصلة. أيوة. فيعني بتوقف على الكلمة كاملة إنما. نعم. وما كان من كلمتين فصلت إحداهما عن الأخرى يجوز أن يوقف على كل واحدة منهما، نحو إنما توعدون لآت. هذه توهني مفصولة. بالأنعام. هذه هني مفصولة. حتى ما لو وقفت على إن. صحيح. صح. اختبارا. نعم. اختبارا. لكن بعدين لابد توصلها ببعضها. وش ما توعد. ما تبدأش بالكلمة الثانية. نعم. لكن اختبارا. اختبارا توقف على الكلمة الأولى. إن. أيوة. إن. لكن تو زي الكلمة المرسومة زي إنما اللي هي مرسومة مع بعضها. هذه ما يجوزش أنك تفصلها عن بعضها. إنما إله. أيوة. هذه توقف عليها كلمة واحدة. لكن اللي هي مفصولة تو عندنا فيما حتى هي فيه لمفروقة. فيه الموصولة. وفيه لموصولة. لو اختبرت في المفروقة يقول لك كيف تقف عليها؟ يقول في بروحها، ما بروحها. لكن في حالة بعدين لما تستأنف القراءة لابد أن تصلها. ليش؟ لأنها يعني ما تتمش المعنى بها، ولذلك لابد توصلها مع بعضها. نعم. والمقصود من الوقف على هذه الكلمات وليست بموضع وقف أحد أمرين: إما اختبار معرفة القارئ كيف يقف على هذه الكلمات. طبعا كانوا مشايخنا يختبروا فينا فيها، كان الكلمات هذه المفروقة والكلمات كذا كانوا يختبروا فينا بها، مش يعرف أن الطالب بيعرف أن هذه مفروقة وإلا مجموعة. لكن اختيارا لا تقفش عليها. نعم. وإما إرشاده إلى صحة الوقف عليها عند طرء طارئ عليه من ضيق نفس أو نسيان أو غلبة عطاس. أيوة. أو بكاء أو نحو ذلك. فقوله في وقف الابتلاء محتمل لهذين الأمرين، وارتضى شروط. شنو هما الأمرين؟ الاختبار. إما الاختبار أو إما الاختبار أو اضطرار أو اضطرار. أيوة. أو للضرورة. نعم. أيوة. هذا الأمرين. نعم. يعني أنك أنت تقف عليها إما اختبارا وإما للضرورة. نعم. أيوة. اضطرارا. أيوة. اختيار. نعم. اضطرار. فقوله في وقف الابتلاء محتمل لهذين الأمرين، وارتضى شيوخ الإقراء واستحسنوا اتباع خط المصحف بالنسبة لابن كثير وابن عامر. كذلك أول مرة هو قال وكوفيهم والمازيني ونافع. المازيني عارفين من هو ولا؟ أبو عمر. اللي هو أبو عمر. نعم. أبو عمر. نعم. المازيني اللي هو أبو عمر. وما يتبعه اللي هو الإمام يعقوب. نعم. هذا هم المازيني. والكوفيون معروفين ثلاثة، والإمام نافع معروف. نعم. وبعدين قال لك وكذلك يرتضى حتى لابن كثير وابن عامر. أيوة. كثير يرتضى وابن عامر. أيوة. واستحسنوا اتباع خط المصحف بالنسبة لابن كثير وابن عامر وإن لم ترد عنهم رواية بذلك. أيوة. وقوله وما اختلفوا فيه ما اسم موصول مبتدأ. هو بيبين لك الحاجات اللي اختلف فيها القراء. وما اختلفوا فيه حرم
أن يفصل، جدير بأن يفصل باش نعرفوا الخلاف ما بين القراء، كيف هذه ترسم عنده وهذا كيف ترسم عنده، وما اختلفوا فيه كلمات التي اختلفوا فيها حرم جدير بأن تبين وأن يعرفها القارئ، أو بدأ حيبدأ فيها إن شاء الله. نعم. وجملة اختلفوا صلته وحري حقيق اسم منقوص أعل أعلى زي قاض إعلال إعلال قاض، كان أصلها كانت حري. نعم. حرفت الياء مثل لما تقول قاض قاض وداعي. أيوة هكذا. نعم. خبر الموصول أن يفصل أن وما بأ أن وما بعدها في تأويل مصدر فاعل لقوله حر حرين. المعنى والذي حرين تفصيله يعني. حري تفصيله. أيوة. جدير تفصيله. نعم. نعم. والمعنى الذي اختلف فيه القراء السبعة من الكلمات جدير وحقيق شرحه وتبيينه كما سيأتي. أيوة. إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث. بدأ فيه توا، بدأ لنا في التفصيل. قال لك إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث، هذا بيخرج عن الأصل الآن. أيوة هذا كيف توقف عليه؟ بيخرج عن القاعدة الآن. يعني بيخرج لبعض القراء عن القاعدة. أيوة. أيوة. اللي هو إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حق الرضا. إذا كتبت بالتاء المفتوحة، كلمات التي كتبت بالتاء المفتوحة، ها الجذير الوقف عليها بيش؟ بالتاء. نعم. آه. هذا الأصل. هذا الأصل، الأصل أنك تقف عليها بالتاء. كلمة. أيوة. نعمة. رحمة. هذا الجذير، لأن هذا لأنها رسمت في المصاحف بالتاء. إلا أن بعض القراء اللي هم الإمام ابن كثير والإمام أبو عمر والإمام الكسائي وقفوا عليها جميعا بالهاء، يعني سواء كانت تاء مربوطة وإلا تاء مفتوحة كلها يقفون عليها القراء الثلاثة اللي هو الإمام ابن كثير والإمام أبو عمرو البصري والإمام الكسائي، يقفون عليها بالهاء. بقية القراء بالتاء. بالتاء ليش؟ لأنها موافقة لرسم المصحف، لأن في المصحف كتبت بالتاء، فبعض القراء يقفون عليها بالهاء وبعض القراء يقفون عليها على حسب رسم المصحف. لكن لا نجاهل أو نقول كيف هؤلاء خرجوا على خط المصحف، لا، هذه قراءتهم تقتضي كذلك. نعم. إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حق الرضا ومعولا، هذا كل حكم واحد، هذا حكم واحد. إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حق الرضا ومعولا، يعني حكم واحد. نعم. المعنى هاء التأنيث التي تكون تاء في الوصل قسمان، قسم رسم في المصاحف بالهاء على لفظ الوقف. قلنا تاء التأنيث تنقسم إلى قسمين، قسم رسم بالهاء في المصاحف هذا كل القراء يتفقون عليه بالوقف بالهاء، أيوة، اللي هي نسموها تاء المربوطة. مربوطة. وقسم كتب في المصاحف بالتاء، هنا الخلاف، هذا محل الخلاف. نعم. هذا محل الخلاف. ابن كثير وأبو عمر والكسائي وقفوا عليه بالهاء، يعني زي التاء المربوطة نفس الشيء، وبقية الأئمة وقفوا عليها برسم المصحف بالتاء. نعم. كما الشيخ مصاحفهم كتبت بالتاء يعني. نعم. هم مصاحفهم يعني بالنسبة لابن كثير. إيه 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 إيه، لكن في الرسم في المصحف الإمام كلها بالتاء. بالتاء. نعم. وقسم رسم فيها بالتاء المجرورة على لفظ الوصل. أيوة. ولا خلاف بين القراء أن الوقف على القسم الأول يكون بالهاء تبعا للرسم. نعم. وأما القسم الثاني فوقف عليه بالهاء ابن كثير وأبو عمرو والكسائي مخالفين في ذلك أصلهم، وهو أيوة. وهو اتباع رسم المصحف. ووقف الباقون على هذا القسم بالتاء متابعين أصولهم في ذلك. أيوة. وهي مسايرة خط المصحف. أيوة. وقد تكفل علماء التجويد ببيان الكلمات التي رسمت في المصاحف بالتاء وبيان الكلمات التي رسمت بالهاء، فمثال ما رسم بالتاء
إن رحمة الله قريب من المحسنين بالعربي. رحمة عندنا احنا كم واحدة؟ سبعة. سبعة. أيوة، هذه كلها رسمت بالتاء. أي نعم. بقية الله خير لكم في هود. بقية عندنا واحدة في سورة هود فقط، هذه رسمت بالتاء. اذكروا نعمة الله عليكم في فاطر. هذه اللي هي 11. أيوة. ومثال ما رسم بالهاء فبما رحمة من الله لنت لهم، آل عمران. وما بكم من نعمة فمن الله، بالنحل. قلوا بقية ينهون في هود. يعني بهود اثنين، واحدة رسمت بالتاء واحدة رسمت بالهاء. نعم. وفي اللات مع مرضات مع ذات بهجة ولات رضا هيهات هاديه رفلا. أعود مرة ثانية. وفي اللات مع مرضات مع ذات بهجة ولات رضا هيهات. هذا حكم هيهات هاديه رفلا. هذا حكم الثاني. الحكم الأول اختص به الإمام الكسائي فقط. نعم. والحكم الثاني شاركه البزي فيه. نعم. في لات مع مرضات مع ذات بهجة ولات هذه كلها اختص بها منه الإمام الكسائي، وهي رسمت في المصاحف بالتاء المفتوحة. التاء المفتوحة، لكن الإمام الكسائي وقف عليها بالهاء، يعني اختص بها بروحها. بقية القراء يقفون عليها بالتاء. أيوة، على حسب رسم المصحف. هيهات نفس الكلام. هيهات هيهات لما توعدون في سورة المؤمنون، شاركه الإمام البزي، يعني الإمام الكسائي والإمام البزي وقفا عليها بالهاء. هيهات. أي وبقية القراء يقفون عليها بالتاء موافقة لرسم المصحف. أي لما يقفون هيهات. غير البزي وغير الكسائي. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. نعم. المعنى: وقف الكسائي على هذه الكلمات بالهاء اللات في أفرأيتم اللات والعزى بصورة والنجم. النجم. وفي مرضات حيث وقع في القرآن، وذات في حد. طبعا لماذا؟ مش تقليل عند فهد. الجاع. نعم. لكن مش أيوة يقف عليها بالإمالة مع الهاء. مرضيه. نعم. وذات في حدائق ذات بهجة بالنمل. ولات في ولات حينما ناص بصوت صاد في صاد. نعم. وقيد ذات ببهجة احترازا على عن نحو ذات بينكم. أيوة. ذات بهجة هذه هي محل الخلاف. أيوة. نعم. وذات اليمين ذات وذات الشمال، فلا خلاف بين القراء في الوقف عليها بالتاء. أيوة. وأما لفظ بهجة فهو مرسوم بالهاء في جميع المصاحف، كلهم يقفون عليه بالهاء. والوقف عليه بالهاء لجميع القراء. نعم. ووقف الباقون على الكلمات المذكورة بالتاء. نعم. يقصد ذات بس ذات بهجة. ذات. يعني ذات قيدها ببهجة. ذات مش بهجة. باش ما تدخلش معها ذات الأخرى. الأخرى ذات. لكن بهجة قاعدة هي. مربوطة. نعم. متفق عليها من جميع القراء يقفون عليها بالهاء. أيوة. الخلاف في ذات بس. أيوة. الكسائي وقف عليها بالهاء والباقون وقفوا عليها بالتاء. نعم. ووقف الباقون على الكلمات المذكورة بالتاء تبعا للرسم، ووقف البزي والكسائي على كلمة هيهات في موضعيها بالمؤمنون بالهاء، ووقف غيرهما بالتاء، ورفلا بضم الراء وكسر الفاء مشددة عظم. عظم. رفلا عظم. تو شيخ لما تكون فيها الكسائي مش عندنا تاء الإمالة تاء التأنيث تاء وقف الكسائي على التاء. ايه يوقف عليها بالإمالة بالهاء وبالإمالة. نعم. نفس الشيء. نعم.
وقف يا وقف يا أبه كف أندنا وقف يا أبه كف أندنا وقف يا أبه كف أندنا هذا حكم هنا وكأين الوقوف بنون وهو بالياء حصلا وكأين الوقوف بنون وهو بالياء حصلا وكأين كل القراء سواء اللي يقرأ فهو كائن ابن كثير يقرأ فهو كائن وإلا اللي يقف عليها وكأين كلهم وقفوا عليها بالنون إلا أبو عمرو وكأي وبعدين وبعدين لما بيوصلها يقول وكأين نفس الشيء نعم المعنى أمر بالوقف على كلمة يا أبت يا أبت ولا يا أبتي سواء كان يقرأ يا أبت ابن عامر يقرأ فيها يا أبت بفتح التاء وابن كثير قال يا أبتي يقفان عليها بالهاء يا أبه سواء كان ابن كثير وإلا ابن عامر يقفون عليها يا أبه بالهاء بقية القراء يقفون عليها بالتاء يا أبت يا أبت سواء كان اللي يقرأ فيها طبعا الاخرين كل ما يقروا فيها يا ابتي الا ابن عامر قفاها بفتح التاء يا ابتا في اللغه العربيه شيء يا ابتا هي في الاصل صح ولا لا لانها اضافه الياء اي هي بالنسبه اللي يقروا فيها يا ابتي على اساس انها مضافه وما دامت مضافه الا انها في الاضافه احيانا يا الاضافه تحذف ويبقى ما قبلها مكسورا فدلالة كسر التاء على أنها مضافة ولكن ابن عامر يقرأها يا أبتا ما هيش مضافة يقرأها بفتح التاء ما فيش يا عنده يا إضافة يقرأها يا أبتا هكذا نعم المعنى أمر بالوقف على كلمة يا أبت بالهاء حيث ورد في القرآن الكريم لابن عامر وابن كثير نحو يا أبت لا تعبد الشيطان يا أبت افعل ما تؤمر ويؤخذ الوقف على هذه الكلمة بالهاء لابن عامر وابن كثير من العطف على ما قبلها قال وإذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء وبعدين جاب لنا وفي لا تمع مرضات مع ذات بهجة ولا ترضا هيهات هذه رفلة كل معطوف على الوقف عليش فبالهاء قف بالهاء بعدين جانا وقف يا أبه كف أندنا ما قالش قف عليها بالهاء لكن منين نأخذها على أساس أن موقوف عليها بالهاء من العطف لأن الواو عاطفة أو من التلفظ إنه قال وقف يا أبه لكن الصحيح أن هي يقولوا أنها معطوفة نعم أو من تلفظه بالهاء أسوأ ثم أخبر أن كلمة وكأين في جميع القرآن الوقف عليها بالنون لكل القراء اتباعا للرسم ما عدا أبا عمرو فيقف عليها بالياء سواء قرنت بالواو نحو وكأي من نبي قاتل أو بالفاء نحو فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فالواو في قول الناظم وكأي للعطف ليشمل المقرون بالواو والفاء طبعا لأنه قال وكأي مسكت ما ربما تقول لي من جبنة فكأي لكن هي سوى سواء كانت مبدوءة بالتاء بالواو أو مبدوءة بالفاء معطوفة معطوفة على بعضها كلها يقف عليها بالبقية القراء كلهم يقفون عليها بالنون يقفون عليها بالنون إلا أبو عمرو يقف عليها بالياء نعم ووجه قراءة أبي عمرو أن أصل الكلمة أي بالتنوين ثم أصلها يعني منونة ما هيش مرسومة نون عنده ثم دخل عليها كاف التشبيه فهي مجرورة منونة مثل كعلي هي أصلها لأن أبو عمرو قال أصلها هي شنو يا منونة مش نون أصلها يا منونة لما نوصلوها نقولوا وكأي من قرية مثلا وكأي من نبي يعني هذه منونة ما هيش مرسومة بالنون ما دام هي منونة
يبقى لما نقف عليها نقف بها يا ساكنة وكأي وفكأي، هذا هذه وجه قراءة أبي عمرو. أما الباقون على أساس أنها نون وليست رسمت نونا، رسمت نون وليست تنوينا، ما دامها رسمت نون يبقى نقف عليها كيفما رسمت. فوقف أبو عمرو على أي بحذف التنوين، لأن التنوين يحذف وقفا، وإنما كتبت في المصحف نونا على لفظ الوصل. على قصد الوصل. ثم قال: وما لي لدى عم هو الحكم وين؟ وقف يا أباه كف عن دنا وكأي الوقوف بنون بنون وكأي الوقوف بنون لمن؟ لجميع القراء على أبا عمرو. قال: وبالياء حلل أو حصل، وبالياء حصل أي ووقف عليها المرموز له بالحاء من حصل، وهو أبو عمرو وقف عليها بالياء لأن أصلها عنده تنوين وليست نون. نعم. وما لدى الفرقان والكهف والنساء وسال على ما حج والخلف رتلا. هذه أربع مواضع. فما لهذا الرسول، وين هذه؟ في سورة النساء. الفرقان. فرقان. أيوة. ما لهذا الكتاب؟ ما لهذا الكتاب؟ ما لهؤلاء القوم بالكهف؟ فما لهؤلاء القوم في النساء؟ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا بالنساء؟ وعندنا في سورة الذين كفروا قبلك مهطعين. أيوة. هذه الأربع مواضع، أربع مواضع بالنسبة وسال على ما حج، اللي هو يقف على ما اللي هذا الحكم هنا اللي هو أبو عمرو. أبو عمرو، أبو عمرو يقف على ما ويفصل فيها على يقف على ما لكن في حالة الوصل لابد يوصلها ببعضها. لابد يوصل كل القراء حتى اللي يقف عليها بالماء. وسال على ما حج والخلف رتلا، اللي هو هذا حكم بروحه اللي هو الإمام الكسائي له الخلاف، له الخلاف يقف على ما ويقف على اللام، فما فمال ومال، ولا يقول وما فما يقف على ما، لكن في حالة الوصل لابد أن يصلها مع بعضها. فيش حد من القراء يفصل فيها في حالة الوصل. نعم. المعنى قوله تعالى: ما لهذا الرسول بالفرقان، ما لهذا الكتاب بالكهف، فما لهؤلاء القوم بالنساء، فما للذين كفروا في سأل، وقف أبو عمرو على ما في المواضع الأربعة، واختلف عن الكسائي فروي عنه الوقف على ما وروي عنه الوقف على اللام، ووقف باقي القراء على اللام، وقد كتبت مالي على هذه المواضع بفصل اللام عما بعدها. يعني هي مفصولة لكل القراء. نعم. كل القراء عندهم مفروقة، هي الأصل فيها مفصولة بالهاء. مفصولة. نعم. لكن القراء كلهم يعني ما عدا أبا عمرو، ما عدا أبي عمرو وما عدا الكسائي، فالكسائي عنده فيها وجهان، يقف على ما ويقف على اللام، وأبو عمرو يقف على ما، وبقية القراء يقفون على اللام. نعم. وقد كتبت مالي في هذه المواضع بفصل اللام عما بعدها، وصوب في النشر جواز الوقف على كل من ما واللام في هذه المواضع. يعني الإمام ابن الجزري قال التصويب أن كل القراء ما دامت مفروقة كلهم يجوز لهم الوقف على ما ويجوز لهم الوقف على اللام طالما أنها هي مفروقة. هذا قال وصوب في النشر اللي هو الإمام ابن الجزري، قال كل القراء يجوز لهم الوقف على ما. نعم. ويجب أن يعلم أن الوقف على ما أو على اللام إنما هو وقف اختباري بالباء الموحدة أو اضطراري، وليس وقفا اختياريا يصحح البدء باللام أو يصح البدء باللام أو بما بعدها. فإذا وقف على ما أو على اللام اختيارا أو اضطرارا وجب عليه أن يرجع ويبتدأ بقوله تعالى ما فيش واحد من القراء حتى اللي يقفون على ما
وإلا إذا صوبنا وقلنا كلهم يجوز لهم الوقف على ما والوقف على اللام، في حالة ما توصل لابد أن تصل الكلمة ببعضها. ما تقولش فما وبعد يقول لهذا الرسول أو لهذا الكتاب أو لهؤلاء القوم، ما تصحش أنك أنت تبدأ باللام، لابد أن تبدأ بالكلمة من أولها يتم المعنى. أيوة، حتى يتم المعنى. لكن الوقف الاختباري أو الاضطراري كل القراء يجوز لهم الوقف على ما وعلى اللام خلاف للشاطبي. أيوة، خلاف للشاطبي. هذا من النشر. نعم. لكن الشاطبي قال اللي يقف على ما إلا أبو عمرو البصري، واللي له الخلاف اللي هو الكسائي. نعم. ولكن بقية القراء كلهم يقفون على اللام. نعم. اختبارا. نعم. أيوة. نعم. لا 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 لا، احنا ما فيش حاجة اسمها وجوب ولا جواز، هذا جواز. لأن قال لك اضطرارا، لو أنت اختبرك واحد وقال لك فما لهذا الرسول ترى كيف تقف عليها، قل له هذه كلمة مفصولة يجوز لي أن نقف عليها نقول فما وبعدين نقول لهذا الرسول، لكن مش في وصل القراءة، غير اضطرارا بس اختبارا واحد يختبر بيك، وإلا أنك أنت النفس متاعك وقف فتقول فما ولا وما تقف. لكن لما بتوصل الكلمة وبتستأنف القراءة كلها لابد أن تبدأ من أول الكلمة إلى آخرها، ما تقفش على اللام، ما يصحش أنك كنت تبدأ من اللام وتوصل الكلمة بعدها قل لهذا الرسول، ما تعطيش معنى بعدين، يختلف المعنى. نعم، ما يصح شيء. نعم. أنا ها ها إيه إيه، هو هذا باش، لأن هي في الرسم مفصولة، هي في الرسم مفصولة، لكن مش نقول أنا لابد ما دام هي في الرسم مفصولة يصح لي أن نقول وما وبعد نقول لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ما تعطيش معنى هذه، فلابد فما لهذا الرسول ولا وما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. نعم، مش تعطي معناها. نعم. آه. يعني استفهاميا مستفهم. نعم. ويا أيها فوق الدخان وأيها لدى النور والرحمن رافقن حملا حملا. ويا أيها فوق الدخان اللي هي في صورة الزخرف. الزخرف. شن هي؟ يا أيها الساحر. يا أيها الساحر فوق الدخان. وأيها لدى النور سورة أيها المؤمنون. أيها المؤمنون. وأيها الثقلان. وأيها الثقلان اللي هو في سورة الرحمة. الرحمة. هذه الكلمات الثلاث. ويا أيها فوق الدخان وأيها لدى النور والرحمن رافقنا حملا. رافقنا حملا. حملا اللي هو الكسائي وأبو عمرو. يقفون على الهاء ممدودة على الألف. يا أيها نشوف نسمع. ويا أيها فوق الدخان وأيها لدى النور والرحمن رافقن حملا حملا وفي الها على الإتباع ضم ابن عامر لدى الوصل والمر. هذه الأول. ويا أيها فوق الدخان وأيها لدى النور والرحمن رافقن حملا. نعم. هذا هني بالها. هذا هني حكم، يعني لما تقف عليها تقول يا أيها يا أيها، تزيد ألف للهاء. يعني عند الكسائي عند الكسائي وعند أبي عمرو. ويا أيها فوق خلافا للرسم، يعني خلافا للرسم. نعم. يا أيها فوق الدخان وأيها لدى النور والرحمن رافقنا حملا. هذا حكم النيائي، أن أبو عمرو والكسائي لما يقفان على يا أيها يلحقوها ألف. يا أيها عندهم أصل هيك في اللغة. نعم نعم. يا أيها علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني وفي الها على الإتباع ضم ابن عامر لدى الوصل والمرسوم فيهن أخيلا. وفي الها على الإتباع ضم ابن عامر أيوه. يا أيوه
يعني بيضم الهاء لما يقف أيوه. قول يا أيه حتى في الوصل لا أه؟ لا على الوصل في الوصل لا إيه إيه نعم الوصل. نعم كمل ترى المعنى وقف الكسائي وأبو عمرو على لفظ أيها أيه بالألف على ما لفظ به في وقالوا يا أيها أيها فوق الدخان وأيها لدى النور والرحمن رافقنا حملا خلنا أهمل اللفظ زي ما قرأها في الوصل أيوة يعني أن أبا عمرو والكسائي يقفون عليها بالهاء مثل ما لفظ به نعم وقالوا يا أيها الساحر بالزخرف وهي فوق الدخان وأيها المؤمنون بالنور أيها الثقلان بالرحمن فإذا وصلوا حذفوها في حالة الوصل تحذف الألف أيوه يقول أيوه يا أيها الساحر أيوه يا أيها الساحر يا أيها الساحر وقرأ ابن عامر بضم الهاء وسطا في المواضع الثلاثة اتباعا لضم الياء قبلها في حالة الوصل في حالة الوصل ابن عامر شنو يقول يا أيه يا أيه الساحر يا أيه الساحر أيه الثقلان يا أيه أيه الثقلان أيه بضم الهاء تبعا للياء يا أيه الياء مضمومة ولا لا نعم أي فيتبع حركة الهاء لحركة الياء في حالة الوصل أيه الساحر فإذا وقف أسكن الهاء أيوه وقرأ الباقون بفتح الهاء وصلا لأن الفتح ضد الضم أيوة فإذا وقفوا أسكنوا الهاء ليه جبنا قراءة الباقين من ضد ابن عامر نعم. من ضد ابن عامر صار في حالة الوصل القراء الفتح. على الفتح على يعني أبو عمر الضم والقراء كلهم ما عدا ابن عامر ما عدا ابن عامر كلهم يقولوا يا أيها يا أيها الساحر يا أيها كذا هذا كلهم متفقين على إيش الفتح الهاء الهاء مفتوحة في حالة الوصل في حالة الوصل الهاء مفتوحة لكل القراء ما عدا ابن عامر أما ابن عامر فإنه يضم الهاء تبعا للياء في حالة الوصل أما في حالة الوقف فكلهم يقفون بسكون الهاء ما عدا الكسائي وأبي عمرو الكسائي وأبي عمرو يقفون عليها بالألف الألف يا أيها كمال في ضد أيوة صار شنو نقوله في حالة الوصل فيها قراءتان في حالة الوصل فيها قراءتان قراءة بضم الياء والهاء لابن عمرو ما بقية القراء فتح الهاء على أساس ضم الياء وفتح الهاء يا أيها فهمنا نعم بدون ألف نعم به في حالة الوقف قراءتها. كل القراء يقفون بسكون الهاء ما عدا الكسائي وأبي عمرو يقفون عليها بالألف يعني يزيدون ألفا على الهاء الهاء مفتوحة ويزيدونها ويزيدانها ألف طول الله جميل أيوه أيوة أيوة بالضبط فهمنا تو هذه صار قولوا يا أيها فوق الدخان وأيها لدى النور والرحمن رافقنا حملا هذا هني حكم حكم وفي الهاء على الإتباع ضم ابن عامر لدى الوصل هذا حكم هني أيوة حكمين فيها لدى الوصل هذا في حالة الوصل فيها حكمين وفي حالة الوقف فيها حكمان أيضاً أيوة بعدين قال لك صح أن تقول ضم ابن عامر على أساس أن ضم فعل ماضي وابن عامر فاعل وصح أن تقول ضم ابن عامر ضم مصدر. ابن عامر على أساس أن مصدر مضموم مضاف مضاف إليه أن القراءة هذه مضافة لمن لأبي عمرو يعني مصدر مبني على الضم اسمها ضم مضاف وابن عامر مضاف إليه يعني لما تقراها في المتن في المتن تصح تقول ضم ابن عامر او ضم ويصح تقول ضم ابن عامر ضم ابن عامر ايوه فهمناها هذه نعم وقوله ضم ابن عامر يصح قراءته بفتح الميم على انه فعل ماض وابن
بالرفع فاعل له، ويصح قراءته بضم الميم على أنه مبتدأ، وخفض ابن على أنه مضاف إليه، والجار والمجرور، وفي الهاء متعلق بمحذوف خبر مقدم، وعلى الإتباع متعلق بما تعلق به الخبر. وقوله حملا بضم الحاء حملا، وفتح الميم مشددة جمع حامل كركع جمع راكع، ويعني أن هذه الكلمات رافقن من حملوا قراءتها ونقلوها لغيرهم. وقوله والمرسوم فيهن أخيلا أي أظهر، يعني أن مرسوم المصاحف أظهر رسم هذه الكلمات بحذف الألف ورسم غيرها بإثباتها، فيكون الوقف على غير هذه المواضع بإثبات الألف بإجماع القراء. يعني أيها وين ما نجبوها نقف بالألف. أيوة نقف عليها بالألف. إلا هذه. أيوة. نعم. وقف ويكأنه ويكأن برسمه وبالياء قف رفقا وبالكاف حللا. فيها ثلاث أحكام. وقف ويكأنه ويكأنه برسمه وبالياء قف رفقا وبالكاف حللا. هذه فيها ثلاث أحكام. نعم. وقف ويكأنه ويكأنه برسمه على حسب ما هي مرسومة، وبالياء وبالكاف حللا. ويك اللي هو أبو عبد. نعم. المعنى أمر بالوقف على الهاء في ويك. قالها مرة تانية على حسب الحكم. وقف ويكأنه ويكأنه برسمه هذا حكم، وبالياء قف رفقا هذا حكم، وبالكاف حللا هذا الحكم الثالث. نعم. أمر بالوقف على الهاء في ويكأنه وعلى النون في ويكأن، وهما بسورة القصص في قوله تعالى ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون، كما هو مرسوم في المصاحف لجميع القراء ما عدا الكسائي وأبا عمرو. كيف يقفوا؟ فإن الكسائي يقف على الياء. كيف يقفون القراء الآخرون؟ ويكأنه مع بعضها. نعم. يقفون على الهاء أو على النون. أو على النون ويكأن ثان. أي ويكأن. أيوة هذا بالنسبة للقراء على الرسم. أيوة على الرسم. على الرسم على حسب ما هي مرسومة في المصاحف. نعم. أما الكسائي وأبا عمرو الكسائي يقف على الياء. على الياء وي كأن بعدين وي أن هذا بالنسبة للكسائي. وأبو عمرو يقف على الكاف ويك ويك أصبح من قبيل اللين الشيخ. أيوة 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 ووي كأن على ال كراتين. أيوة نعم. فإن الكسائي يقف على الياء ويصح عنده أن يبدأ بالكاف. أيوة على أساسنا كاف هذه التشبيه. نعم. أيوة يقف وي بعد كأن الله مثلا. نعم. وإن أبا عمرو يقف على الكاف ويصح البدء عنده ويصح البدء عنده بقوله أن الله. أيوة في الأول وأنه في الثاني. أيوة على أساس أنها مفصولة. نعم. مفصولة كل واحدة بروح. نعم. صار هم الزوج اثنين يصح لهم أن يقفوا على الياء ويبدوا بما بعدها، وصح لهم أن يقفوا على الكاف ويبدوا بما بعدها بالنسبة للكسائي وبالنسبة لأبي عمرو. الكسائي يقف على الياء. يقف على الياء وي ويكف وي وبعدين يقول بالكاف. بالكاف كأن ايه. وبالنسبة لأبي عمرو يقول ويك ويك. أيوة يبدأ أن. أيوة هكذا. أيوة والصحيح الوقف على الكلمة بأسرها على حسب رسم المصحف، والبدء بقولك ويكأن الله ويكأنه اتباعا للرسم وعملا بالقياس. يعني ما موافقوش شفاه يعني شيخ. نعم قصدي موافقوش الشافعي في الأمر هذا. يعني كيف يعني؟ قالك والصحيح الوقف على الكلمة بأسرها. ايه بأسرها يعني زي ما وقف عليها القراء على حسب رسمها. الأولى يعني. الأولى الوقف عليها زي ما يعني ما هي مرسومة في المصحف. أيوة. وأيًا بأيًا ما شفى وسواهما أيًا بأيًا ما شفى وسواهما بما 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 أيوة باه. وبوادي النمل بالياسن امتلى. وبالوادي النمل بالياسن امتلى. بوادي نعم سنمتلى اللي هو الكسائي. كسائي نعم. زيد عودها مرة ثانية.
وأيًا بأيًا ما شفى، ما شفى وأيًا بأيًا ما شفى، أيًا ما شفى اللي هو حمزة والكسائي، والكسائي وأيًا بأيًا ما شفى وسواهما بما، بما على ما يعني أيًا، أيًا شنو أيًا ما تدعو فله الأسماء، فله الأسماء الحسنى. الكسائي وحمزة صح لهم أن يقفان على أي على أساس أي هذه منونة يقفون يعني بإبدال التنوين ألفا مد العوض. أيوة أي والبقية القراء بما يقفون على ما أيما أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. نعم أيوة وسواهما بما 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 اللي هو سما سوى الكسائي وسوى حمزة يقفون على الماء ما. ماء أيوة. وبوادي النمل بالياسن انتلا أيوة. هذيك بوادي النمل بروحها حكمها بروحها بوادي النمل بالياء يعني يثبت في ياء أيوة اللي هو الإمام الكسائي يقف عليها حتى في حالة الوقف يقف عليها بالياء بالياء. نعم المعنى بيّن أن الوقف على أيا من أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى بالإسراء لحمزة والكسائي مع إبدال التنوين ألفا، ومعنى وسواهما بما أن الباقين من القراء وقفوا على ما، فالباء في قوله بما بمعنى على هذا مفاد النظم. وقال ابن الجزري في النشر والأرجح والأقرب للصواب جواز الوقف على كل من أيا وما لجميع القراء اتباعا للرسم لكونهما كلمتين انفصلتا رسما. نفس الكلام في مال أي نفس الشيء في ايوه سمعت. لكن نسي الشرح يا شيخ بتاع بما وبوادي النمل مازال لا بوادي النمل بروحها لا مش لحاش هو هنا مازال 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 حيقول نعم والارجح والاقرب الصواب جواز الوقف على كل من اي وما لجميع القراء اتباعا للرسم لكونهما كلمتين انفصلتا رسما انتهى. اقول ولا يجوز البدء بما ولا ابتدعوا بل ولا بتدعو أيوة. ولا بتدعو بل يتعين بأيا لجميع القراء لابد يبدأ بها ثم بين ثم بين أن الكسائي يقف بإثبات الياء في لفظ وادي أيوة. بسورة النمل من قوله تعالى حتى إذا أتوا على وادي النمل والباقون بحجرها حتى إذا أتوا على وادي على الكسائي إيه ما عندنا الزايدة موجودة في الرسم إيه ما عندنا الزايدة إحنا الكسائي يقف عليها على أساس أنها يعني يا إضافة يا وادي نعم والباقون بحذفها اتباعا للرسم حذفت للإضافة يا شيخ وادي النمل حذفت للإضافة وادي اسم الوادي الوادي لما بتكتبها الوادي بتكتبها بالياء حتى مش إضافة مش إضافة لكن بقية القراء يقفون على يصلونها بدون ياء نعم عندهم ما يش مرسومها بالياء كسرة تدل عليها أيوة أيوة وادي اسم أصل الكلمة وادي هي أصلها لما بتكتب الوادي لابد بدل الهياء نعم أيوة فالكسائي عندها مرسومة بالياء بالياء يقف عليها بالياء نعم وصلا وصلا لا يقف عليها بالياء بس في حالة الوصل ايه بالوقف بس نعم وفيمه وممه قف وعمه لمه بمه بخلف عن البزي وادفع مجهلا هذه كلها اللي هي مال استفهامية وبمال استفهامية وفيما اللي هي مرسومة يعني بدون ألف الإمام البزي يلحق لما يقف عليها بدل ما تقول لما تفعلون بدل ما تقف عليها لم هو يزيدها ها يقول لما وفي ما هي ها السكت يعني لأن باعتبار أن وقفك لم وفم فيها شوية كذاش فهو يزيدها في ها باش يقول لما وفي ما وبما عما كلها يزيد فيها فيها لكن عندها فيها وجهان وجه يقف زي بقية القراء يعني بميم ساكنة أيوة والوجه الثاني أنه يزيدها هاء للسكت يزيدها هاء للسكت هذا بالنسبة لمن جهلك أو قالك ما أيوة نعم
المعنى أمر بالوقف بهاء السكت كما لفظ على فيما من قوله تعالى فيما أنت من ذكراها أي والنازعات مكتوبة بدون ألف نعم فيما ما يعني من مهلوبة نعم وعلى مما في قوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق في الطارق وعلى عما في عما يتساءلون في النبأ وعلى لما في نحو لما أذنت لهم في التوبة لما تقولون ما لا تفعلون في الصف وعلى بما في بما يرجع المرسلون يا أيها النبي لما تحرم لما أيوة هي ما شافهاش هي لكن هي نفس الشيء حقيقة يلحقها بالها كثيرة هي لما أيوة أكثر واحدة لما هي أي مهم هي وما تلقاها بالنسبة للإمام البزي يبقى عنده فيها وجهان اللي هو إلحاقها السكت وحذفها السكت نعم أمر بالوقف بهاء السكت على الكلمات المذكورة للبزي بخلف عنه فتكون قراءة الباقين بحذف الهاء على الرسم وهو الوجه الثاني للبزي وقوله وادفع مجهلا معناه ادفع من جهل قارئ هذه القراءة بما يرده ويرضعه عن التجهيل فمجهلا اسم فاعل مفعول به لقوله ادفع ويصح أن يكون حالا من فاعل ادفع والمفعول محذوف أي ادفع من رد هذه القراءة حال كونك مجهلا له أي راميا له بالجهل وقلة المعرفة صلى الله عليه وسلم وبهذا القدر الكفاية والله الموفق للهداية ربي يفتح علينا وعليكم إن شاء الله علماء بني قومي عرفوا